لقطات وفيديو من استقبال البابا فرنسيس اليوم في العراق على بعض الأغاني ورقصات العراقية. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا ابدأ رأيكم. لحظة استقبال بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني بالأغاني الشعبية العراقية، وذلك عقب وصوله اليوم الجمعة إلى بغداد في زيارة تستغرق 4 أيام. أنا سعيد بمعاودة السفر، الرحلة اليوم معي هي واجب نحو أرض عانة الكثير منذ سنوات. شكرا لكم على مشاركتي هذه الرحلة. كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى القزمي في استقبال البابا في مطار بغداد. بابا الكنيسة الكاثوليكية بالترتيب 66 بعد ال200، وهو من مواليد 17 ديسمبر سنة 1936، أي هو الآن بعمر 85 عام. وفي عام 2007 أصيب البابا بالتهاب في عرق النساء، تعالج على أثرها خارج الأرجنتين، ومن ثم عاد متابعا حياته بشكل طبيعي. في عام 1969 هدد الالتهاب الرئوي حياة البابا، وقال إنه كان بين الحياة والموت لمدة 3 أيام، حتى إنه أزال الجزء العلوي من رئته اليمنى. ويقول الأطباء إن الجزء العلوي المفقود في رئته لن يكون له تأثير كبير على صحته. 6 طائرات ترافق البابا الفاتيكان خلال جولته في العراق.